لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار ليوم السبت 16 من شوال لعام 1436 للهجرة، الموافق 1 أغسطس لعام 2015 للميلاد، تأتيكم من موقع أنا السلفي. استنكر الشيخ عادل نصر المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية جرائم قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم وما يرتكبه بحق الشعب الفلسطيني من إرهاب وحرق ومجازر لا تستثني صغيرا أو كبيرا. وقال رجب أبو بسيسة عضو الدعوة السلفية أن موقف العرب لم يتعدى الاستنكار، متسائلا متى الاستنكار حل قضية أو رفع ظلما، ومتى سنرفع هذا الذل والهوان، مضيفا جرائم اليهود من قتل وحرق وتدنيس للأقصى لا تحل بالاستنكار والشجب والإدانة أو انتظار الأمم المتحدة لرفع الظلم ورد الحقوق، فالطريق معروف وقد أخبرنا به صلى الله عليه وسلم حين قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أدان الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور الحادث الإرهابي بحرق مجموعة من عصابات المستوطنين اليهود بيت أسرة فلسطينية، وأسفرت عن مقتل طفل رضيع حرقا أمس الجمعة. وأوضح مخيون في تصريحات عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن الكيان الصهيوني الإرهابي يرتكب أعمالا إجرامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتنافى مع كل القوانين والأعراف والمواثيق والأخلاق في ظل حماية غربية أمريكية وصمت دولي مريب. وقال مخيون إن افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في موعده يعطي الأمل أن الشعب قادر على تجاوز الأزمات وأن يحقق التنمية معتمدا على نفسه، خاصة في ظل إنجاز المشروع في ظروف صعبة داخليا وإقليميا ودوليا. وأكد مخيون أن إنجاز المشروع في هذا الزمن القياسي هو فخر لجميع المصريين. أدان الأزهر الشريف الجريمة البشعة التي ارتكبها مستوطنون بحرق منزلين لمواطنين فلسطينيين في قرية دوما بجنوب نابلس، ما أسفر عن استشهاد رضيع فلسطيني وإصابة 3 من عائلته. وأكد الأزهر الشريف في بيان صادر عنه أمس الجمعة أن هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ما كانت لتحدث إلا بمباركة من سلطات الاحتلال الصهيوني التي تحرض على المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين العزل. أدان محمد صلاح خليفة المتحدث الرسمي لحزب النور الاعتداء الغاشم الذي استهدف سفارة النيجر بالقاهرة يوم الأربعاء الماضي، الذي راح ضحيته مجند وأسفر عن إصابة 2 من قوة الحراسة بقطاع الأمن المركزي. نظمت اللجنة الطبية بحزب النور بالفيوم اليوم السبت قافلة طبية مجانية بقرية الناصرية التابعة لمركز الفيوم ضمن خطة القوافل التي تنظمها أمانة الحزب على مدار العام لتغطي كافة قرى المحافظة. استعرضت الأمانة العامة لحزب النور بمحافظة دمياط خلال اجتماعها برئاسة المهندس طارق الدسوقي الأمين العام بمحافظة دمياط خطة العمل خلال المرحلة المقبلة. قتل 25 حوثيا وجرح 15 في قصف لطائرات التحالف العربي على مواقع لتجمعات ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح جنوب غرب محافظة مأرب، بعد وقت قليل من انتهاء مدة الهدنة الإنسانية التي أعلنتها دول التحالف لمدة 5 أيام وانتهت في الساعة الأولى من صباح اليوم. قتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم انتقامي شنه إسلامي بوكو حرام على سكان قرية في ولاية يوبي بشمال شرق نيجيريا بحسب ما أفاد مسؤول محلي الجمعة. تبنى داعش في ليبيا مقتل 5 جنود للجيش الليبي وأسر آخرين خلال هجوم للتنظيم على بوابة 200 الصحراوي الرابطة بين أجدابيا وطبرق مساء الجمعة. أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن الشباب في الأمة كنزها الثمين، مشيرا إلى أن مرحلة الشباب مرحلة الفتوة والعنفوان، وإن لم ترشد هذه الحماسة انقلبت إلى غوغائية وفوضوية وجرت على صاحبها الآهات والحسرات وعلى الأمة الفتن والموبقات والبلايا المهلكات. رحب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بإعلان القاهرة الصادر في ختام زيارة ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة. واعتبر الأمين العام أن نتائج هذه الزيارة تشكل خطوة كبيرة في سبيل المزيد من التطوير والتمتين للعلاقات الثنائية بين البلدين التي ستنعكس بدورها على مسيرة العمل العربي المشترك.
شارك نحو 1500 شخص الجمعة في تظاهرة في عمان تحت عنوان جمعة الغضب الأقصى يوحدنا، منددين باعتداءات إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة خصوصا في المسجد الأقصى. وافق مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه اليوم السبت برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب. احتفلت القوات البحرية المصرية أمس الجمعة بقيادة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي بتسلم مصر للفرقاطة تحيا مصر من فرنسا، وكانت الفرقاطة وصلت إلى القاعدة البحرية المصرية في رأس التين بالإسكندرية أمس الأول الخميس ورفع فوقها العلم المصري. أكد ممدوح إسماعيل مقدم برامج بقناة الشرق الموالية للإخوان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم إغلاق قناة الشرق. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي عظمة القرآن فضيلة الشيخ أحمد فريد، تأويل رؤيا الملك فضيلة الشيخ ياسر برهامي، بيان معالم وسطية أهل السنة الشيخ عادل نصر، فوائد إيمانية من الجمعية العمومية لجمعية الدعاة الخيرية الدكتور أحمد حمدي، تشجير فقه الخلاف بين المسلمين. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي، نشكركم على حسن متابعتكم وإلى لقاء متجدد إن شاء الله تعالى.